الفرق بين الصدمة والكابوس إن الكابوس بينتهي بمجرد ما نفتح عيننا ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الصدمة مهما صحيت وفقت بتكتشف إنها ما تغيرتش، ما بتتغيرش. بس في ناس بقى لما ما قدرتش تصحى من كوابيس الواقع بتحاول على الأقل تخلي كابوسها حلم جميل، حلم حلو يقعد يحلم فيه، مش بالشعارات أو كلام الإنشاء المتزوق اللي بنقعد نقوله، لكن بالتفكير وإنه يشتغل على نفسه ويحاول بأنها تدور جوه نفسها على موهبة مستخبية، على قدرات ما فكرتش إنها تستغلها قبل كده، لحد ما تغير شكل حياتها للأحسن. وصدق اللي قال، لو ما قدرتش تغير الواقع حواليك جرب إنك تغير نفسك أنت شخصياً بشكل مناسب للواقع أو تعيشه. لو ما قدرتش تخلي العالم لونه وردي قدامك وحلو، ممكن على الأقل تلبس نظارة أو تعمل نفسك مش شايفه، وهتشوف الحياة كلها وردي كمان مهما كان الواقع صعب أو كئيب. وده اللي عملته منال بطل القصة حقيقية النهاردة، اللي في يوم من الأيام انفجرت في بيت جدتها أنبوبة بوتاجاز. كان عندها ساعتها 17 سنة، كانت بتستعد عشان تروح أول سنة جامعة. نتيجة الانفجار ده اتدمر البيت بالكامل، ماتت والدتها وخالها وجدتها وكمان شوية من قرايبها. اتصابت منال بحروق شديدة في الوش والظهر والإيدين والرجلين، فضلت في المستشفى 3 شهور ما تعرفش طبعا خبر وفاة أمها. اتخلى عنها خطيبها وصحابها، وقعت ضحية للتنمر. رغم كل ده بتقف على رجليها من تاني، أثبتت لنفسها قبل أي حد إن لسه الحياة ممكنة، وإننا إحنا كمان اللي بنتحكم في الظروف مش هي اللي بتتحكم فينا مهما كان الابتلاء قاسي أو شديد علينا قوي.